اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما بقول لحضراتكم، خلاص احنا النهارده في بدايه الاسبوع، وعندنا في نهايه الاسبوع مباراه السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه الجزائري. مباراه صعبه جدا جدا جدا، ما حدش يتخيل ان ممكن اتحاد العاصمه لسه محقق بطوله وحيده في الكونفدراليه، فبالتالي المباراه ممكن تبقى سهله، او في رحيل لعدد من اللاعبين الفريق الجزائري وفي انضمام عدد كبير جدا من اللاعبين، فبالتالي لسه عبد الحق بن شيخه بيحاول يعمل التوليفه الجديده. لا، المباراه صعبه جدا، وصعوبة المباراة بتأتي من خبرات المدير الفني اللي هتواجهه في هذه المواجهة. ليه؟ عبد الحق بن شيخة في آخر سنتين حقق كأس الكونفدرالية مع نهضة بركان ومع اتحاد العاصمة الجزائري، وده يدل على شيء، بيدل إن الفكرة مش في إمكانيات الفريق اللي معاه، الفكرة إن المدرب قادر يحقق البطولة أيا كان الفريق اللي بيدربه. دي نقطة مهمة جدا. كمان حقق كأس السوبر الإفريقي على الوداد الرياضي المغربي، كان بطل دوري الأبطال، فبالتالي الراجل في آخر سنة أو سنتين محقق ثلاث بطولات قارية، اتنين كونفدرالية وكأس سوبر إفريقي، وبالتالي مدرب عنده خبرات كبيرة. سبق قبل كده عبد الحق بن شيخة واجه الأهلي عام 2014 لما الأهلي كان بيلعب في كأس الكونفدرالية ولعب مع الدفاع الحسني الجديدي. المباراة كانت صعبة جدا هنا في القاهرة، بنتكلم الأهلي كسب 1-0 بشق الأنفس. راح هناك كان الدفاع الجديد متقدم 2-0، وفي الثواني الأخيرة قدر أحمد رؤوف يحرز هدف كان ضمن للأهلي بطاقة التأهل، وقطع الأهلي بطاقة التأهل من مدينة الجديدة في المغرب في مباراة كانت صعبة جدا في جميع الجوانب. فمدرب عنده خبرات كبيرة، اشتغل في أندية كتيرة وأندية لها اسم كبير سواء في المغرب أو الجزائر، عشان كده الماتش هيبقى صعب. والصعوبة كمان بتيجي لأن أنت لسه في بداية الموسم، ودي أول مباراة رسمية، وأول مباراة رسمية ببطولة قارية، فربنا يكرم يا رب النادي الاهلي في الاستعداد لهذه المباراه. الفريق رجع من النمسا، والجهاز الفني بقياده مارسيل كولر منح الفريق اجازه لمده 48 ساعه. بالظبط النهارده السبت اولى التدريبات او اول مران النهارده، وغالبا هيكون في حدود حوالي الساعه السابعه او السابعه والنصف، لان في اجتماع هيسبق هذا التدريب، والاجتماع قد يستمر حوالي ساعه، فبالتالي التدريب النهارده هيتاخر شويه، يعني ممكن يبدا 7 أو 7:30 حسب ما الجهاز الفني ينتهي من اجتماعه النهارده. كولر هيحط البرنامج من اوله لغايه ميعاد عوده الفريق ان شاء الله من السعوديه يوم الجمعه المقبل.